ما أن تذكر منطقة غبيش بشمال كردفان إلا وتسترجع الذاكرة مركزا تجاريا مهما كان في الماضي يسمى منطقة جيربان. اشتهرت هذه المنطقة خلال القرن الماضي بأنها المعبر الرئيسي بين إقليمي كردفان ودارفور، ويرجع تاريخها لبداية القرن التاسع عشر. تسكنها بشكل أساسي قبائل دار حمر، واسم جيربان يرجع لجدهم الأول الذي سكن هذه المنطقة، وسمي بذلك حسب روايتهم من فرط كرمه، حيث كانت العرب تقول إن فلانا كريم أجرب، أي لا يدانيه كرم. الأصل في هذه المنطقة تسمى منطقة قبائل دار حمر، ليست بمنطقة قبيلة حمر، وسميت بهذا الفهم لأن حمر كل من أتى إليهم وعايشهم يكون واحدا منهم، وذلك للمثل السائر لدينا في هذه القبيلة، كل من تزوج الولية ودفع الدية فهو واحد من أبناء هذه القبيلة. وخاصة تم التوسع القبلي أو التوسع للانتشار القبلي في مدينة قبيش بعد الأحداث التي تمت أو وقعت في دارفور، وفي تحديدا منطقة شمال دارفور تم نزوح، أو نسميه رحيل، لأنه النزوح يكون لظروف قصرية أو في ظروف غير عادية، لكن نسميه رحيل لأن الرحيل يكون من منطقة إلى أخرى لفداء للشخص بطوعه واختياره. هذا الترحال والتنقل يعد سمة غالبة لأهل المنطقة بصورة عامة، فالمنطقة منطقة رعي، وهي أكبر منتج ومصدر للضأن الصحراوي الذي يسمى محليا بالضأن الحمري المميز في السوق الخارجي. ظلت خلال 3 سنوات ماضية تقيم المخيمات الرعوية لتطعيم الماشية وتقديم الخدمات العلاجية والإرشادية للرعاة، وتستعرض كنوزها من التراث البدوي العريق. هذا الفلاء الفسيح يسمى بادية أم القرى، على مسافة 10 كيلومترات جنوب مدينة غبيش، كان مسرحا للمخيم الأخير. الناس هنا على سجيتهم يتعاملون مع الآخرين، كريمون حد الوصف، بسطاء في التعبير عن حالهم، مواكبون لكل ما يجري من حولهم. البلدان المعدل عليهن الشرفة وجوهن تحت قدم كرعيهن، كم لله ما خلن درافين بحادوا عليهن، كان الحكومة تشد تسرح بيهن. البلدان ليمات والشر معاها مقيم، حاسساتها ضرب الكلاش والجيم، ندفق رملنا ولحقنا نعيم، للحكومة تلتزم تجيب التيم. البلدال بالزفر تملي جملهن، البلدال جنون الربهن تقلهن،
البلاد كابو دم ما بيقدرهن، البلاد عمر البشير يسرح بالسلاح لأهلهن. تعد رقصة الجراري التي تزين أيام المخيم المصدر الأول للأفراح في المنطقة كلها. لا يختلف الجراري عند العرب الرحل وأهل المدن إلا من بعض التباين في الإيقاع الخفيف عند البعض. الجراري هو عادات وتقاليد لكل قبيلة حمر الموجودة، كل قبيلة حمر إن شاء الله بتلعب الجراري. الجراري طبعا فوقه طعم وفوقه مزايا خاصة، وخاصة النسوان شكرن به الفرسان، شكرن به ألبل، شكرن به الناس الشجعان وكده. ومثل هذا الشباب الموجودين المسلحين شايفينهم قدامكم وكده، فحقيقة لما يسمعوا الغنى بتاع الجراري من النسوان، وخاصة النسوان يكونوا الوقفات مثل هذه الوقفة، حقيقة بتكون عندهم شجاعة كافية، وبكون عندهم شجاعة أدبية كمان. يعني واحد لما يسمع كلام زي ده ممكن يخش في أي يعني معركة. أصبح المخيم الرعوي وللسنة الثالثة على التوالي موسما للسياحة بالمنطقة، فبالإضافة للخدمات البيطرية والإرشاد والتنافس في إبراز إمكانات كل فرع من فروع القبيلة في التراث والشعر العامي، هناك سباقات للهجن ومساجلات ومسادير. أنا الكردافي، أنا الخمجان، أنا في الحر ماني جبان، وأنا الديوان للضيفان، ويوت في داري بفوق ناري في الصيجان، وما في نزيل عليه داري ببيت جوعان والله عطشان، وأنا المأكول في القدحان وفي قرابي والجربان تلاقي الألم والخلقان. توسعت مدينة غبيش وصارت رئاسة للمحلية، وتمازجت فيها وانصهرت قبائل من دارفور وجنوب السودان، وصارت مثالا للتكافل والرضا بالآخرين، فهي سوق تجاري ومصدر رزق للمزارعين ومربي الماشية، وهو وضع يحتم اهتماما أكبر بالخدمات فيها، خاصة المياه والصحة والتعليم. الآن البلد يمكن فيه أكثر من 40 قبيلة مختلفة، وهذه القبائل باختلافها في الفرح بتلقاهم سوا، في الكرح بتلقاهم سوا، ما سمعوا بدعوة إلا ولبوا، وما سمعوا بمأتم إن كان بعده في المدينة أو ضواحي المدينة يمشي بكم هائل جدا. ويعني سمات التعايش بيناتهم حاجة راقية شديد جدا، ويتمنى أن تمشي بشكل هذا حتى إنه الناس يضمنوا الازدهار والتقدم والنماء لهذه المدينة الواعدة. همنا الوحيد زي ما ذكرت شبكة الماء ثم الكهرباء. الآن احنا بنعاني ببابور صغير، يعني هسه حمولته ذاتها فاتها أكثر من 900 مشترك كثير عليه. فالآن بفضل الله كهرباء مروية أظن دخلت جل المدن، ولو حظينا بمكنة كبيرة بالفيرنز يمكن تغطي حاجة المدينة، حتى إنه تصهر كهرباء الفورة كما وعدنا من الجهات الكبيرة، إنه كهرباء الفولة حتغطي كل ولايات الغرب. وإذا قدر لكل ذلك أن يكون ممكنا، فإن المستقبل أمام المنطقة سيكون أخضرا، وستخطو نحو التطور خطوات متقدمة واثقة، فأرضها ما تزال بكرا، وسواعدها فتية، وطموح أهلها غير محدود. سنويا تشهد محلية غبيش هذه التظاهرة الثقافية التي تهدف لإبراز أوجه الحياة للقبائل المتنقلة واستعراض المكونات الطبيعية التي تزخر بها المنطقة المعطاءة، لذا أصبحت قبلة لكل المهتمين بهذا الشأن. عبد اللطيف عبد الله لبرنامج كاميرا الشروق، شمال كردفان، محلية